سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال وعواشر مباركه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تتمه الفيديو اللي درت اخر مره. كنت قلت لكم غادي ندير لكم ان شاء الله تتمه ديال المشتريات. غتشوفوا معايا ان شاء الله المشتريات في اخر الفيديو. هنا كما كتلاحظوا دخلنا لواحد المغازا اللي فيه هكا لي موبل بحال الكراسة بحال الطبالي، وكيعدل حتى كما كتلاحظوا بحال هاد الطبلة هادي ب290. المهم اثمنة يعني مناسبة، كاين حاجات اللي غاليين طبيعة الحال، كل حاجة والثمن ديالها والكاليتي ديالها. وكاينين هاد الكراسة هادو دايرين لهم 190 اورو، وكاين هاد الشكل عاوتاني، وهاد الطبالي كما كتلاحظوا ديال المغمور. وكاينين هاد الكراسة اللي ب130 اورو، هادو عاوتاني فيهم بزاف ديال اللوينات. هاد الكراسة معروفين بزاف الناس اللي داروهم، وهادو ب190 حتى هما مع الطبلة ديالهم 190 غير الكرسي. صراحة الطبلة ما بقيتش عاقله شحال. مهم البنات ان بحال هادو عاوتاني زوينين، هاد الكراسة حتى هادو 190. وكاين صالونات مغربية صورت لكم هذا، كاينين اللوينات زوينين صراحه ديال الكراسة وديال كما كتلاحظوا دابا كثر الذهبي. بالنسبه لهذا المغازان ما صورت لكم شيء، ما درتش فيديو البنات، درت غير تصاور لان السيد ما بغاش يدير فيديو. المهم قال لي ديري تصاور وصافي، ودرت لكم صورت لكم غير داكشي اللي عجبني. ومشينا لكاديزي كما كتلاحظوا هنايا، مشينا ولكن شويه معطلين. المهم كانوا غادي يبان لكم شويه ما عامرش بزاف، لان كان السلعه بحال اللي تسالات، كانوا الناس كيشريو ما شاء الله دابا العيد كثر. وكاينين هاد الطباسل كما كتلاحظوا ب4.20 فيهم اللوينات، هادو زوينين بزاف، هادو زوينين يداروا تحت التفصيل. المهم حنا كيديروا عندنا 7.50 هادو فتادي، وهنايا رخاصين يعني 4.20 مقارنه مع هنا عندنا في ألمانيا. وكاينين هاد الطبيسلات، المهم كاينين حويجات زوينين، والاثمنه يعني مناسبه بحال هاد السينيه ان شاء الله غتشوفوها معايا من بعد. هادو السواني ديال اتاي اللي عندهم دوك الرجيلات، هادو ب6 اورو. بحال هاد السينيه في محلات اخرين لقيتها ب18، هنا لقيتها ب16. كيجيني هاد المغازا ناقص على المغازات الاخرين، كاينين كاينه 2 اورو ديال الفرق. يعني الواحد الا شرب بزاف راه كيدير كيقتصد. وكاين هاد الطواجن اللي معروفين، هادو ب19.90 على ما اظن. المهم انا هادو ما عرفتش كي غيكونوا الطياب، صراحه ما عارفاش ما جربتهمش. وكاينين هاد السوايع ديال الدجاج ديال المرايه حتى هما زوينين. وهادو دايرين لهم 5.45 اورو، فيهم الكحل والبيض والذهبي. هادو دايرين لهم 24 اورو، هادو كبارين وكيبانو زوينين صراحة، ماشي شلشت. 24 اورو فيهم الذهبي وفيهم الفضي وفيهم شكيلات اخرين، وتا هما بنفس الثمن 24 اورو. هادو كاينين بزاف تبارك الله. المهم كاين شي بلايص اللي لقيتهم خاويين كاع، يعني السلعه كتمشي عندهم. وما درتش بزاف البنات هنايا غير دغيا، لان انا كنت باغيه نمشي واحد المكازا اخرى ندخلها، داكشي علاش حتى الفوق ما طلعتش، قالوا لي عندهم حتى الفوق. وهنا في الدار غادي نشارك معكم ان شاء الله المشتريات. غادي نبداو بالبخور، خديت هادو هاد البخور هذا المهم هذا عجبني، كان شعلو في المكازا عجبتني الريحه ديالو. هذا ب15 اورو، ولكن القرعه تبارك الله فيها يعني غدوز مده. وخديت هاد مبخرة، خديت هاد جوج، هادي ديال اللي كيعمروا فيها هكا الريحة ولا مزهر، وهادي خديت عاوتاني الفحم ديالها كيدار فيها صغيور.
هذه باكيه ب 15 يورو حتى هي، راه ما كتخسر ما والو، يعني كدوز مده وكتبقى جايه بحال هكا. كتجينيش مع الحجم ديال هي، انا خديتها صغيره عجبتني هكا حلوه، كاين حتى الحجم الكبير بالنسبه اللي بغات تاخدها كبيره. وخديت هذا ب 4 اورو 50، هذا عجبتني الريحه ديالو. المهم هذه كانت عندي، هذه كانت عندي في هذا اللون، وخديت دابا اللون الذهبي كيجي فيها البخور بحال هكا، بخور زوين مره مره وفي العيد ان شاء الله. وخديت الديكورات هاد الريحه كذلك حتى هي، هذه ب 5 اورو، حتى هذه زوينه بزاف عجبتني. وكاين الديكورات ديال العيد، هذه تيج ديكا بلاستيك، هذه دار فوق الطبله ان شاء الله هكا باش نفرحوا في العيد ونفرحوا الوليدات ان شاء الله هذا العام. ما غاديش نمشيو كما كل مره كنا كندوزو الصباح في الجامع، هذا العام ان شاء الله في الدار مع وليداتنا ونديروا اجواء العيد. جبت هاد النفاخات، هادو مكتوب فيهم عيد مبارك، كنحاول نحلها ما بغاتش تحل اصلي نصوتها باش تشوفوا الكتابه. المهم فيها عيد مبارك بالفرنسي، وكاينين اللي فيهم بالعربيه، المهم حتى ديال العربيه كيجيو زوينين حلوين فيهم اللوينات. انا خديت هاد اللوينات ب 3 اورو 50، كنظن 5 ولا 6 الحبات. هادو هما اللي قلت لكم فيهم، فيها الكتابه بالعربيه في هذا اللون، وهادو ديال الحيط كيتعلقوا. يوم هادو اللوينات اللي لقيت غيناسبوا باش نزين بهم، على حسب اللوينات ديال الدار ديال الصالون. وكاين هاد الكاب كيك، وديال الكاب كيك وديال الطارتات، هادو كي مكتوب فيهم عيد مبارك حتى هما. وهادو الساقات كيلصقوا، تلصقهم هكا بشي حاجه حتى هما بجوج يورو كنظن 12 حبه. الطباصلات كذلك تباصل مكتوب فيهم عيد مبارك 3 اورو 50 ل 6. وجبت عاوتاني زيربيتن، زيربيتن ما لقيتش منهم بزاف. هادو البنات كنت درت لهم بيشتيلن من الانترنت، كانوا كتبوا لي غايجيو معطلين، ومشيت شريتهم من بلجيكا، حيت مشيت قلت غناخذهم داك الساعات، جاو ما جاوش اي معطلين، جاو لي اليوم. المهم شريتهم جوج مرات كتابو، ولكن اللي جبت من بلجيكا عجبوني اكثر من هادو اللي خديت من الانترنت. وكاينين خديت هذا، كاينين هذا خديت هاد الموس مع المعلقه ديال الحلوه، هادو ب 12 يورو عجبوني، عجبني الشكل ديالهم واللون ديالهم. المهم هادو قالوا لي كانوا كيديروا 15، دابا ردوهم ب 12، والله اعلم. المهم هما زوينين الا كان اللون ديالهم كيبقى، ما الواحد ما خاصش يديرهم غير في الغساله، يتمسحوا غير يتشلوا شويه بالماء ويتمسحوا. وخديت هاد الكيسان للدراري هكا، حتى هما فيهم مكتوب فيهم عيد مبارك نفس اللون. بغيت نحل لكم وحده تشوفوا، ولكن جاني خاصني نقطع الميكا، هادي كيبان فيها. وخديت هادو ديال زيربيتن. المهم هادو انا قلبت على شي وحدين يكونوا كاليتي ديالهم مزيانه، ما لقيتش، لقيت غير هادو وخديتهم. هادو ب 13 يورو من عند هوم دولوكس خديتهم. وهاد السينيه اللي قلت لكم خديت ب 16 يورو، هادي من كاديزي عجبتني، هادي كنت باغياها على ود رجيلات، كتعطي منظر زوين وفيها اللون الذهبي، ومهم والثمن ديالها مناسب. وخديت لها هاد الكيسان حتى هما
المهم الكيسان ماشي شي كاليتي اللي كنظن داك الزواق اللي فيهم يقدر يتحيد دغيا، ولكن غير هكا لواحد شي مناسبة يحطهم ويتغسلو غير باليد. عجبني اللون ديالهم. المهم هادو هما اللي عجبوني تما، فيهم 12 ب7 أورو على ما أظن، 6 أورو 90 بحال هكا، 12 حبة 12 بياس. والمقالي ديال الأتراك خديت منهم جوج، هاد المقالي زوينين بزاف حلوين، كيعطيو واحد المنظر اللي غزال، ب11 أورو 95 زوينين الفطور حلوين. المهم كاينين الأحجام فيهم الصغير وفيهم متوسط وفيهم الكبير، أنا خديت هاد الصغار. وهذه ديال القهوة العربية تهي زوينة حلوة، هذه ب2 أورو 90، هذه خداها راجلي معرفش شنو بغا يدير بيها. المهم وكاين هاد سينية، هذه عجبتني بزاف للعصير، عجبني الشكل ديالها واللون ديالها. هذه كنظن 28 أورو باش خديتها، في هذاك الشكل ديال المامو ولا هوم دو ليكس. وخديت الفناجل ديال القهوة البنات، مهم انا هادوك اللي كنت باغية ما لقيتهمش فخديت هادو، هادو خديتهم من المجازن اللي صورت لكم اخر مرة ب28 أورو، لا استغفر الله ب23 أورو. كنحاول نحل باش نوري لكم، داك ساعات ما بغاش تحل ليا، خصني شي حاجه نحل بيها. صافي وجه المنقد. هادو هما البنات، المهم هادو ب23 أورو، المهم الشكل ديالهم زوين حلوين، وحتى في الشريب كيجيوني زوينين هكا هاد الفناجل، الثمن ديالهم مناسب. وكاينين هادو، هادو اللي قلت لكم البنات لقيتهم رخاصين، رخاصين بزاف عند كاديزي، لقيتهم بأورو. انا كنت خديتهم اخر مرة وكنت خديت 4 وكنت ناوية نزيد 2، فلقيتهم هاد المرة اخر مرة خديتهم ب2 أورو 90، هاد المرة لقيتهم غير بأورو. مهم عند كاديزي كاينين تما بزاف، يعني هادو ما مهم خليت باقي منهم، باقي منهم. وان شاء الله اللي بغات، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو القليل من المشتريات، ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كنشكركم على المشاهده والمتابعه، وان شاء الله الى فيديو قادم غادي نشارك معكم ان شاء الله التحضيرات. كنت وجدت واحد التورتة ديال اين هوغن الصديقة ديالي في عيد الميلاد ديال بنتها، ان شاء الله غنشاركها معكم ونشارك معكم ان شاء الله حتى الحضور. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونشارككم مباركة، والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.